ازيكم؟ عاملين ايه؟ فاكرين لما كنا صغيرين كده وكنا بناكل اللي هو ملبس بالكاكاو وملبس بالقهوة والحاجات دي؟ وانا ماشي بقى في السوبر ماركت يعني لمحت كده نوع جديد من الملبس معمول بالقهوة وبالكابتشينو، فمعرفش ليه لما شفته كده يعني حسيت بالحنين للماضي وحسيت ان احنا عايزين ايه؟ ندخل الحاجات دي حياتنا من اول وجديد، ملبس بالقهوة وملبس بالكابتشينو، يعني فكرة جديدة وفي نفس الوقت هي لطيفة، والواحد بيحس ساعات كده ان من اكتر انواع الملبس اللي ممكن يستقبلها او يتقبلها في حياته هي اللي بالقهوة. ممكن تلاقي واحد مثلا ما بيحبش ملبس بالفراولة، ما بيحبش ملبس بالنعناع، بس صعب قوي تلاقي واحد ما بيحبش الملبس اللي بالقهوة او الملبس مثلا اللي بالزبده اللي كان برضه موجود زمان وستيل موجود لحد دلوقتي، بس هو مش مشهور زي زمان. يعني المهم يعني انا لقيت نوع كده ملبس جبته لكم، هو نوع اندونيسي اسمه كوبيكو. كوبيكو ده عامل ملبس بالقهوه، لا دي بالكابتشينو، عامل ملبس بالقهوه وبالكابتشينو. فصراحه يعني عجبتني الفكره وقلت كده ما نجيب كده كوبيكو ده ونجربه كده ونشوف كوبيكو هيقدم لنا ايه. يعني هما كاتبين سترونج اند ريتش كوفي كاندي. اوكي، هو زي ما قلت هو اندونيسي، ف يعني هنفتحهم كده في السريع ونبص بس نشوف كوبيكو ده عامل لنا ملبس القهوه والكابتشينو ازاي. فاحنا هنجرب اول كيسين دول وبعد كده هنجرب الكيسين اللي بعدهم دول مفاجاه، خليهم بعديهم. فاحنا هنبدا الاول بالحاجه الخفيفه شويه، فممكن نبدا بالكابتشينو الاول وبعد كده نجرب القهوه. خلي القهوه على جنب. زي ما قلت هنجرب كوبيكو اللي بالكابتشينو ده الاول اللي هو ده شكله، فهنفتح كده ونشوف. اوكي، هو من جوه متغلف وده شيء لطيف يعني. تمام، هو الكيس جوه فيه 5 وحدات، كل واحدة زي ما انتم شايفين مغلفة كده، ده شكلها من جوه. ففكرة لطيفة زي ما قلت، كانت عجباني قوي لما عملوها سكوتش مينت، عملوا كيس النعناع كل نعناع متغلفة لوحدها، عشان فكرة ان انا اجيب كيس كده ويكون جواه ملبس مكشوف وافتحه، قدامك حل من حلين، يا اما هتاكله كله مرة واحدة، يا اما هتاخد اللي تاخده وترمي الكيس، ملهاش حل تاني. المهم احنا هنفتح كده ملبس الكابتشينو من كوبيكو ده، شكله ظريف بصراحه، فهنفتحه كده وندوق. والملبسه نفسها شكلها ظريف والله، بص هي يعني مقسومه لونين كده، وفي وش فاتح وفي وش غامق حسب، فشكلها ظريف يعني. هندوقها كده بسم الله. طيب بصوا، بعد ما دقتها هي طعمها لطيف، طعم القهوه فيها واضح، وبعدين زي ما انتم كنتوا شايفين هي فيها نصين، وش فاتح ووش غامق. الجزء الغامق منها ده طعم القهوه فيه واضح، الجزء الفاتح ده اللي هو طعم اللبن يعني، فهم الاثنين لما بتاكلهم مع بعض بيدوا ميكس الكابتشينو مع بعض. فزي ما قلت هو طعمه لطيف، طعمه حلو، وتحسوه في نفس الوقت ايه يعني، ممكن يعوض كده لو صحيت الصبح ومفيش قهوه ومفيش نسكافيه ومفيش كابتشينو تشربه، اي حاجه سخنه يعني. فاعتقد يعني لو دوبت لك 2 في كوبايه لبن هيظبطوا الاداء. المهم لو ادينا تقييم كوبيكو اللي هو بالكابتشينو الكابتشينو ده هنديله 8 من 10، وهنسيبه ونخش في القهوة. وده تاني كيس معانا، ده اللي بالقهوة وده شكله، فهنفتح كده ونشوف. تمام، هو جواه 5 برضو، وده شكله كده من جوه، اتمنى بس الفوكس يظبط. هنا الشيب بتاع الملبسة مستطيل شوية، هناك كان مدور. فهندوق كده كوبيكو الملبس اللي بتعمل قهوة ده ايه نظامه. زي ما انتم شايفين كده هي بلوكاية مستطيلة كده، بس شكلها ظريف يعني، حاسسها احسن من المدوره شويه، فهندوق كده بسم الله. طيب بصوا، هي طعمها حلو برضو، بس هي فكرتها ان هي واخده الطعم بتاع القهوه بس. الكابتشينو كانت واخده قهوه يعني، كانت ملبسه نصين، نص قهوه ونص تاني لبن او طعم كريمر يعني، فهنا هي بقى واخده النص الغامق بس بتاع القهوه ده وعاملينه في القهوه دي بس. فزي ما قلنا هو طعمه حلو، طعم القهوه فيه حلو يعني، ملبس يعمل دماغ يعني لطيف، ولو دوبت لك 2 برضه في كوبايه لبن هيمشوا الحال يعني. فلو ادينا كوبيكو اللي بتعمل قهوه ده تقييم هنديله 9 من 10، وهنسيبه ونخش في اللي بعده. معانا دلوقتي برضه كوبيكو بالكابتشينو وكوبيكو بالقهوه، بس الفكره ان هنا الباكج بقى مختلف يعني، احنا معانا يعني تحسوه العبوات دي ايه، قلب على ادويه شويه يعني. زي ما انتم شايفين ده كوبيكو اللي بالكابتشينو، ده شكله عامل زي الباكجنج بتاع البرشام كده، ونفس الفكره برضه هنا في القهوه. فانا ما اعرفش هي نفس الفكره بس هم عاملين باكجنج مختلف ولا في حاجه جديده جوه، فاحنا هنفتحه برضه ونبص من باب الاحتياط يعني. هو انا يعني ده عجبني بصراحه يعني، شكله وفكرته عجباني. تمام، ده شكله من جوه، انت بتاخد غالبا حبايه بعد الغدا كل يوم تظبط لك الدنيا يعني. هو نفس فكره الكوبيكو العادي اللي بالكابتشينو اللي احنا دقناه، بس هنا الباكجينج التغليف مختلف بس يعني، احنا مش هندوق بقى، هو نفس الملبسه بالظبط بنفس الحجم حتى. هنشوف طيب القهوه، نفس الكلام برضو،
واحدة بعد الفطار كل يوم وواحدة بعد العشاء وهتبقى كويس. يعني هي ظريفة، يعني هو عمل لك الملبس الكابتشينو والقهوة بنوعين من التغليف من الآخر، يعني هي نفس الملبسة بس عامل نوعين تغليف، نوع عادي كده لو عايز تجيب شوية تحطهم في جيبك شغال، لو عايز بقى جو الأدوية ده فتمام برضه، يعني ده شغال وده شغال، شوف انت مودك هيجيبك على ايه وهو ماشي معاك يعني. فتمام، يعني هي الحلقة طلعت صغيرة خالص، انا كنت فاكر ان ده هيبقى مختلف شوية، طلع نفس الفكرة بالظبط، بس تمام. يعني احنا محتاجين ملبس بالقهوة، انا بحب الملبس بالقهوة واظن يعني محدش ما يحبوش، يعني لو احتاجنا ملبس بالقهوة فده ظريف. يعني انا ما شفتش بدايل ليه قوي ميد ان ايجيبت، فده اللي لقيته زي ما قلت لكم اندونيسي. يمكن اللي شفته بس او لمحته يعني مش شفته، كان بيبقى فيه في البارتيشن اللي فيه ملبس والبان في الهايبرات والحاجات دي، بيبقى فيه كياس كبيره كده ملبس بالزبده وملبس بالكاكاو، بس دي كياس كبيره، ان انا كبني ادم هجيب كيس كيلو اعمل بيه ايه؟ يعني احنا عايزين برضو ناخدها واحده واحده كده. فيعني ما علينا، زي ما قلت دي كانت تجربتنا لملبس كوبيكو اللي بالكابتشينو واللي بالقهوه، وزي ما قلت لكم طعمه حلو ولذيذ. فبس كده، دي كانت كل حاجه معايا النهارده، اتمنى الحلقه تكون عجبتكم الصغيره دي، ولو عجبتكم بقى يا ريت دوسوا لايك، لو ما اشتركتوش في القناه وانا اكيد يعني انت اكيد بتتفرج وانت مش مشترك، يعني بعد اذنك اعمل اشتراك في القناه، يعني والله الموضوع بسيط، ده زرار هيتداس عليه وهتنساه. وقولوا لنا برضو رايكم في الكومنتس، هل بتحبوا ملبس القهوه والكابتشينو ده ولا لا، ولو بتحبوه ويعني وبتجيبوه بقى فايه الانواع اللي انتوا بتحبوها، وهل في مصري ولا لا ولا كله مستورد، يعني عرفونا في الكومنتس كده. ماشي. تاخد ملبس بالقهوة وما تعديش منها تاني. المهم دي كانت كل حاجة معانا النهاردة، اتمنى الحلقة تكون عجبتكم، ونشوفكم على خير في الحلقات الجاية، وكان معاكم اسلام، وسلام.